ابي اروح لك للسومه، ايش اللي قاعد يحدث لها؟ ما في، ما تجي للكور ولا هو اداء منخفض يا كابتن؟ يعني عمر من بدايه الموسم لعب اول مباراه وبعدين اصيب، صح؟ ثاني مباراه اصيب، اصيب من ثاني مباراه ورجع ولعب وهو ما هو جاهز 100%. ليش؟ عشان الفريق في حاجته. فهذه النقطه اللي نوهت معه فيها انا على الاهلي من اول حلقه يا كابتن، ما في بديل. قلت الاهلي من غلطاتهم انهم ما جابوا مهاجم بديل. يعني لو ممكن يجيب عادي، يجيب مهاجم محترف وخليه احتياط للسومه، بديل اجنبي. ايوه جيب اجنبي، ليش لا؟ يعني شوف الاهلي لما كان فيه جانيني والسومه، مين كان يقدر على هجوم الاهلي؟ الاهلي احس المباريات هذه تسجيله للهدف يحتاج له اكيد. ليش صعوبة؟ ليش صعوبة. عشان السومه فقد من قوته كثير في الشوت وفي التهديف وفي يعني كان يفرق السومه بكل الاشكال. ولا في لاعب بديل يسجل، ما في حول ما في يا كابتن. فعشان كذا الاهلي يعاني وسيعاني حتى يجد البديل، اكيد حيعاني حتى يلقى بس الواحد. لو السومه في صحته وكامل عافيته لو حيفرق مع الاهلي. لو انت قال لك احد اتخذ قرار للاهلي للاعبين الاجانب اللي مش موجودين مكان باولينو ومكان فيكس، عندهم لاعبين تجلب، ايش المراكز اللي بتجيبها؟ في اجيب مهاجم واجيب محور. مهاجم ومحور، لازم مهاجم يا كابتن. شوف لما كان يلعب مع جانيني يا كابتن، انا معك. انا شوف يعني تشوف حتى انت لما تكون ضعيف دفاعيا، لما يكون عندك هجوم قوي يا كابتن انت تسجل، يعني تسجل انت هدفين، يجي فيك هدف، تسجل ثلاثه تيجي فيك هدفين، يعني يكون عندك حلول. دحين ما في حلول. السومه حتى الفاولات اللي كان يسددها وكذا، عشان هو ما هو جاهز اصلا دحين بدنيا، وقاعد يضغط على نفسه انه يخش يشارك مع الفريق عشان يساعد الفريق، فاصلا هو ما هو جاهز، عشان كذا صعب انه يقدم. والمجموعه مو جالسه تخدم له اساسا. مباراه جده اخر مباراه مع الاهلي لعب مع الفتح اللي قبل، مع الفتح صح؟ مع الفتح في فرصه نهايه المباراه كابتن للسومه جايب يشوتها ببوز القدم، عرفت؟ هذه لو حطها بباطن القدم هدف، كان الاهلي يكسب 2-1. مش جاهز ولا السومه بالعاده ما شاء الله ياخذها من اكيد أي مكان. لو عمر جاهز حيفرق مع الاهلي كثير.